هتلر. تحية رياضية، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في القناة الوطنية الأولى لمتابعة اللقاء المتأخر لحساب الجولة الثانية ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الرياضي البنزرتي في الملعب الأولمبي بالمنزة. بعد لحظات ينطلق اللقاء، للأسف مباراة دون حضور جمهور، ونعرفوا الأسباب أكيد. الترجي الرياضي التونسي عنده أكثر من 10,000 مشترك، والعدد المسموح به عادة بالنسبة الملعب الاولمبي بالمنزه 5,000، وبالتالي قرار الهيئه المديره للترجي الرياضي التونسي عدم الدخول بالنسبه للجماهير والاكتفاء باللعب دون حضور جمهور. للاسف ارضيه تبدو طيبه، وننطلق على بركه الله باستعراض الزوز تشكيلات، والبدايه بتشكيله النادي الرياضي البنزرتي الفريق الضيف في هذه المباراه. في حراسه المرمى علي العياري معه رقم 7 لحبيب ياكن، 15 وسام بوسنينة، 5 علي المشاني، 4 مروان الصحراوي، 14 علي دريدي، 22 فهمي المعويني، 17 يوسف بنجي، 21 حسام الحباسي، 9 جابرييل كاك، و 19 بوباكر تراوري على بنك الاحتياط. كحارس مرمى ثاني نعيم المثلوثي مع 11 وجدي الجبيري، 34 طيب زيتون، 18 شمس الدين بن عامر، 24 سليم الجندوبي، 8 جمال الدين شتال، 29 زياد العنلي، والمدرب لاول مره محمد عزايز اللي خذا مكان نصيف البياوي المغادر نحو العداله السعودي. تشكيله الفريق المحلي في هذه المباراه الترجي الرياضي التونسي اليوم في حراسه المرمى رامي جريدي مع 24 ايهاب المباركي، 4 محمد امين بن حميده، 30 عبد القادر بدران، 5 قائد الفريق شمس الدين الذوادي، 15 فوسيني كوليبالي، 3 كوامي بونسو، 27 محمد علي بن رمضان، 13 رائد الفيدا، 10 حمد الهوني، 11 طه ياسين الخنيسي على بنك الاحتياط كحارس مرمى ثاني صدقي الدبشي، 6 محمد علي اليعقوبي، 18 عبد الرؤوف بن غيث، 25 فادي بن شوق، 8 انيس البدري، 9 ابراهيم وترا، و14 هيثم الجوني، والمدرب هو معين الشعباني. طاقم تحكيم المباراه حكم الساحه صادق السلمي، المساعد الاول رمزي الحرش، المساعد الثاني جمال الدرعي، الحكم الرابع بلال الرزقي، والمراقب فتحي ابو 6. وكما نعرفوا الترجي الرياضي التونسي يحتل المرتبه الخامسه ب 12 نقطه من 4 مباريات، نقصوا 3 مباريات من بينهم المباراه التي ستنطلق بعد قليل ضد النادي الرياضي بنزرتي. البنزرتي في المرتبة التاسعة ب7 نقاط، لعب المباريات الكل وأكيد باستثناء المباراة اللي باش يلعبها بعد قليل ضد الترجي الرياضي التونسي. يرافقني في التعليق على هذه المباراة لطفي خالد. لطفي مرحبا بك، وإن شاء الله متابعة طيبة على القناة الوطنية الأولى لهذه المباراة المتأخرة لحساب الجولة الثانية ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. تحية ليك لبيب، تحية للمشاهدين الكرام على القناة الوطنية الأولى. هذا هو ملعب الأولمبي بالمنزه، بعد قليل انطلاق المباراة المؤجلة لحساب الجولة الثانية لمرحلة الذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الرياضي البنزرتي. الترجي العمل 4-4 لحد الآن في بطولة الرابطة المحترفة الأولى، 4 انتصارات ضد اتحاد تطاوين 1 بلاش، ضد حمام لنف 2 بلاش، ضد اتحاد بن قردان 4 أهداف مقابل هدف، وفي الكلاسيكو في ملعب الطيب الأمير بصفاقس فاز الترجي بنتيجة 2 مقابل هدف موجود. الترجي الذي التونسي كما قلت منقوص من 3 مقابلات إلى حد الآن في بطولة الرابطة المحترفة الأولى، بخلاف المباراة هذه ضد نادي الرياضي البنزرتي، منقوص من مباراة ضد النجم الرياضي الساحلي وكذلك ضد مستقبل سليمان. في المقابلة السي بي في المركز التاسع برصيد 7 نقاط، 2 انتصارات تعادل، 3 هزائم، آخرها هزيمة في ملعب العالية ضد الملعب التونسي. تغيير الإطار الفني نصيف البياوي في اتجاه وعودة للبطولة بطولة السعودية من باب العدالة السعودي. وفي المقابل أول مباراة لمحمد عزايز المدرب الجديد للنادي الرياضي البنزرتي، وهذه فكرة وعينة على المدارج الخالية الخاوية. أتمنينا أنه المباراة تكون فيها الجماهير اليوم في ملعب المنزه، لكن هذاك علاش اليوم مش موجود الجمهور، قرار صامتة وحبينا أنه
حبينا أن الجمهور يكون موجود في كل مباراة، مش مباراة الترجي فقط، أيضا مباريات اللي صارت لهنا بخلاف، شاهدنا مباراة بنقردان والترجي، شاهدنا كذلك مقابلات النادي الإفريقي. تمنينا أن الجمهور يكون موجود بأعداد غفيرة وترجع النكهة للبطولة التونسية بعودة الجماهير. بعد قليل إذن مشاهدينا الكرام تنطلق المباراة هنا في ملعب المنزه بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الرياضي البنزرتي بتحية الحكم صادق السالم. الكلمة عندك محمد علي بوزقارو، تفضل. شكرا لك لطفي. الى جانبي زياد العروسي المدرب المساعد في النادي البنزرتي، زياد تغيير على راس الاطار الفني في النادي البنزرتي، واليوم تجيو باش تواجهوا الترجي التونسي بعد هزيمه ثقيله صراحه في الجوله السابقه ضد الملعب التونسي، من اجل مصالحه الجماهير نتاعكم في مواجهه الترجي التونسي اللي يقعد دون هزيمه الى حد الان، مواجهه صعبه. صحيح، الترجي التونسي يعني تجي في احسن حالاتك وديما ماتش يكون صعيب، ان شاء الله اليوم نعوضوا الهزيمه اللي نتاع الاسبوع اللي فات، جبنا فيكتوار من الاتوال ما اكدناش مع الملعب التونسي، ان شاء الله اليوم نعديو ماتش باهي. وتغيير الاطار الفني يعني جاء سي محمد عزيز، يعني حتى سي نصيف اللي كان قبله خدم، اما تعرف يعني النتائج هي اللي تحكم على المدرب. فما بعض التغييرات على مستوى التشكيله باش ترافقها تغييرات على مستوى الرسم التكتيكي اللي مسنسين تلعبوا به، ولا مازال ما لقاش محمد الوقت الكافي باش يحط الطابعه نتاعو في الفريق؟ لا والله لا، لعبنا اكثر تشوفوا لعبنا يعني باش نلعبوا الهجوم، يعني ما جيناش باش نوخروا يعني خف الاضرار، باش نلعبوا بتروازا اتاكون، باش نلعبوا القدام وباش نحاولوا نروحوا ان شاء الله بفيكتوار ان شاء الله. شكرا لك زياد، تفضل لطفي ولبيب نرجع معاكم في انتظار انتو يلتحق بنا مجد التراوي. شكرا لك محمد علي بوزقرو في الاستجوابات والتصريحات، وزياد العروسي المدرب المساعد، وتمت اضافه احمد السويسي كمساعد ايضا ثاني لمحمد عزيز ابناء النادي الرياضي البنزرتي في الخدمه في هذه المباراه. ومن المفارقات والصدف لطفي وانه ثلاثه مباريات متتاليه للنادي الرياضي البنزرتي ضد فرق العاصمة بعد مباراة الملعب التونسي والهزيمة 4-1 مقابل 1 في العالية، اليوم ضد الترجي التونسي، ويوم الأحد ضد النادي الإفريقي في نفس هذا الملعب ملعب المنزه. أكيد مباراة إن شاء الله منتظرة مشوقة، عادة نشاهد العديد من الأهداف في المنافسات المباشرة بين النادي الرياضي البنزرتي والترجي الرياضي التونسي. حاليا نلاحظ دخول الملاعبية إلى أرضية الميدان مع طاقم التحكيم كما قلنا بقيادة الدول الصادق السلمي. هذا هو دخول اللاعبين، ملاعبيه النادي الرياضي البنزرتي بالزي الابيض الكامل، والترجي الرياضي التونسي بالزي المعتاد الاصفر والاحمر. واكيد مباراه منتظره من اجل التدارك بالنسبه للنادي الرياضي البنزرتي، ومن اجل مواصله سلسله الانتصارات للترجي في بطوله الموسم الحالي، وهو حامل اللقب 4 انتصارات في 4 مباريات كما قلنا. تشويق وغموض ان شاء الله في هذا اللقاء، رغم غياب الجمهور، رغم غياب المحرك الاساسي للمباريات، وحتى احنا اكيد سنتاثر بغياب الجمهور، التعليق يتاثر بغياب الهتافات والاهازيج، وفي البال وفي الذاكره لقاء الديربي البيضاوي بين الوداد والرجاء، والمتعه والفرجه كانت على المدرجات. ان شاء الله في قادم الايام تعود الحراره الى مدرجات الملاعب التونسيه. هذه صورة للزوز فرق قبل انطلاق المباراة على القناة الوطنية الأولى. مباراة عادة ما نشاهدها مباراة مثيرة بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الرياضي البنزرتي. طاقم التحكيم أمامكم على الصورة بقيادة الحكم صادق السلمي في انتظار انطلاق المباراة هنا في ملعب المنزه. نذكر الإطار مباراة، تفضل محمد علي بوزقرو. شكرا لك لطفي. إلى جنبي مجدي التراوي. مجدي، على غرار العادة رصيد البشري في الترجي اليوم يسمح لكم ديما باش تقوموا بتغييرات على مستوى التشكيله، وهذا اللي صاير اليوم في مواجهه النادي البنزرتي اللي جاي من خساره ثقيله ضد الملعب التونسي وجاي لهنا يحب يرجع بنتيجه ايجابيه. شوف والله الخساره نتاع الملعب التونسي بالنسبه لنادي البنزرتي ما تعكسش المردود نتاع المقابله، كي تفرج في المقابله النتيجه ما تعكسش المردود نتاع نادي البنزرتي، عنده لاعبين ممتازين، عنده فريق محترم جدا، دونك الشيء هذا نبهنا به الملاعبيه، لازمنا نكونوا تري تري بيان كونسونتري ان شاء الله باش نجموا نفوزوا بثلاث نقاط نتاعنا. فريق محترم كما قلت لك نادي الرياضي بنزرتي، لازمنا معناها احنا اونبوز نوتر ريتم، نحطوا الجو نتاعنا احنا في سور تيرا، وان شاء الله ان شاء الله معناها ربي يوفقنا. التغييرات اللي قمنا بها مفروض علينا، تعرف لعبنا
كوبا راب ومن بعد نهار الخميس وزيد نلعبوا واحد كونتر الملعب التونسي ان شاء الله. دونك يلزمنا نعملوا تغييرات باش نستحوذوا على اللاعبين نتاعنا ونستحوذوا على النتيجه ان شاء الله. ربي معنا وان شاء الله معنا نقعدوا في الاوبجيكتيف نتاعنا ان شاء الله اللي هما 3 بوان ان شاء الله. شكرا لك مجدي. تفضل لطفي لبيب نرجع معاكم بالتوفيق. يعطيك الصحه محمد علي بزقرو في التصريحات ما قبل المباراه. كما تحدث مجدي تراوي على التغييرات، محمد امين بن حميده موجود على الجهه اليسرى، تعرفوا الياس الشتي بداعي الاصابه ما زال غايب على التشكيله الاساسيه بالنسبه للترجي الرياضي التونسي. نعاودوا تشكيله الترجي، رامي جريدي في حراسه المرمى وهذه صوره جماعيه بالنسبه للترجي، هبل مباركي على اليمين، على اليسار محمد امين بن حميده، عبد القادر بدران وشمس الدين الذوادي في محور الدفاع، فوسني كوليبالي، كوامي بونسو في وسط الميدان ومعه محمد علي بن رمضان، وفي الهجوم رائد الفدا حمد الهوني وطه ياسين الخنيسي على البنك، موجود صدق الدبشي كحارس مرمى ثاني في ظل كذلك عدم تواجد معز بن شريفيه. خير انه الاطار الفني بالنسبه للترجي التونسي يرتح ملاعبيه على غرار معز بن شريفيه، سماح الدربالي وخليل الشمام بعد الماراثون المقابلات سواء في البطوله او الشامبيونز ليج او البطوله العربيه. ونذكر انه الترجي عاد بتعادل من اسفي ضد اولمبيك اسفي المغربي 1-1، اليوم مباراه ضد النادي الرياضي ال بنزرتي. كما سمعتوا مجدي تراوي خير باش يريح بعض الملاعبيه ويغير في التشكيله. صدق الدبشي حارس مرمى ثاني، محمد العقوبي، عبد الرؤوف بن غيث موجود على البنك، فادي بن شوك، انيس البدري، ابراهيم وترا وهيثم الجويني. في المقابل نعود نذكر كذلك تشكيله النادي الرياضي ال بنزرتي وفيها تغييرات، عدم تواجد نجم نقولوا بي قوسين من ابرز الملاعبيه عبد الحليم الدراجي اللي خارج القائمه، ممكن اسباب تاديبيه في الفريق. وهو هداف النادي الرياضي البنزرتي في بطوله الموسم الحالي، سجل 4 اهداف عبد الحليم الدراجي، يعني غياب بارز في تشكيله قرش الشمال. اكيد من ابرز الملاعبيه قلت عبد الحليم الدراجي مش موجود في التشكيله. علي العابدي في علي العياري في حراسه المرمى، محمد الحبيبي كان، وسام بوسنين، علي المشاني، مروان الصحراوي، على ادريدي، فهمي المعواني، يوسف امبينغي، حسام الحباسي، كابريال كاك، وابو بكر تراوري في الهجوم بالنسبه للسيابي، وهذا صادق السالمي حكم المباراه. يعلن انطلاق المباراه هنا في ملعب المنزبين، الترجي الرياضي التونسي والنادي الرياضي ال بنزرتي. نكمل بنك بدلاء سيابي، نعيم المثلوثي حارس مرمى ثاني، وجه الجباري، طيب زيتون، شمس الدين بن عامر، سليم الجندوبي، جمال الدين شتال الجزائري، وزياد العونلي. الدقيقة الأولى في المباراة، التعادل 0-0 مشاهدينا الكرام هنا في ملعب المنزه، والمواجهة بين الترجي والنادي الرياضي البنزرتي. والنتيجة تعادل 0-0 أكيد بين البنزرتي والترجي في بداية هذه المباراة، وكرة تخرج لفائدة النادي الرياضي البنزرتي، تماس بعد كرة كانت لفهمي المعواني، التماس للنادي الرياضي البنزرتي، والحبيب يكن قائد البنزرتي يلعب التماس، تخرج كرة مرة أخرى يربح المسافة، قائد النادي الرياضي البنزرتي والتماس للبنزرتي. كما قلنا يلعب اليوم بالزي الأبيض الكامل بإدارة فنية جديدة بقيادة محمد عزيز، مكان نصيف البياوي، كرة مرة أخرى لل النادي الرياضي البنزرتي، ترجع لعلي المشاني في اول ظهور ليه في تشكيله النادي الرياضي البنزرتي، يسبق له تقمص الزي الترجي الرياضي التونسي، كره من علي العياري وبالراس كانت من جابرييل كاك، توصل لتراوري، يلعب الكره للحبيب لكن يستعد للتوزيع والتدخل بالراس من دفاع الترجي، وكره حمد الهوني حول المرور والانطلاق، يتجاوز خط منتصف الميدان، باهي المراوغه، يحتفظ بالكره، يحاول التمرير، واسبق علي العيار ياخذ هذه الكره، حارس النادي الرياضي البنزرتي يلعب مع وسام بوسنينه، ثنائي المحور اليوم في دفاع البنزرتي، وسام بوسنينه وعلي المشاني، والكره تخرج تماس للنادي الرياضي البنزرتي في دقيقتين لعب، تعادل 0-0 بين النادي الرياضي البنزرتي والترجي الرياضي التونسي، اللي كما قال لطفي تنتظر التزامات عربيه وافريقيه وايضا محليه، ونسق ماراثوني للترجي
في بداية هذا الموسم مع كل الالتزامات. رجع كرة لشمس الدين الذوادي، شمس الدين الذوادي، إيهاب المباركي، ورة أخرى لشمس الدين الذوادي. تقريبا بنسبة مئوية كبيرة تغيرت تشكيلة الترجي مقارنة بمباراة أولمبيك أسفي المغربي في ذهاب دور ثمن النهائي للبطولة العربية. المباراة دارت في أسفي وانتهت قسمة خيانة تعادل 1-1 في انتظار مباراة العودة يوم 23 نوفمبر الحالي. والترجي قريب جدا من المرور إلى الدور ربع نهائي. شمس الدين الذوادي، شمس الدين الذوادي يرجع لعبد القادر بدران، ثنائي محور دفاع الترجي في هذه المباراة. يترجع مرة أخرى للجزائري عبد القادر بدران، يبدل اتجاه الكرة وصعود بالرأس من مروان الصحراوي، خرج كرة في التماس للترجي، توصل الكرة لبونسو كومي، بونسو يرجع لشمس الدين الذوادي، يوزع شمس الدين الذوادي لطه ياسين الخنيسي، والكرة تخرج ضربة مرمى بإشارة من المساعد الأول رمزي الحرش. إيقاع أكيد بطيء مع بداية المباراة لطفي، في انتظار إن شاء الله وأنه يرتفع النسق. وهذه الإعادة لطه ياسين الخنيسي مع وسام بوسنينة، والكرة تخرج ضربة مرمى لعلي العياري حارس مرمى النادي الرياضي البنزرتي، اللي عانى في بداية الموسم أيضا مع انطلاق البطولة وتصفية البطولة العربية في المغرب الدورة التمهيدي من غياب بعض الأسماء وخاصة اللاعبين اللي تم انتدابهم في الفترة الصيفية بسبب عدم التأهيل. ممكن هذه من الأسباب اللي خلت النتائج تتراجع في بداية الموسم، خلت عدم التركيز بالنسبة للإطار الفني بقيادة نصيف البياوي. يدرب مجموعة في الأسبوع وفي المباراة يلقى مجموعة أخرى وأسماء أخرى هي اللي تشارك، تسويت الأمور. هذه كرة للترجي للتوزيع وترجع من دفاع النادي الرياضي البنزرتي، التماس للترجي قلت أنه يلقى مجموعة أخرى تلعب المباريات الرسمية مما أثر على نتائج النادي الرياضي البنزرتي، ولكن النتائج السلبية أدت إلى استقالة نسيف البياوي والتعويض لمحمد عزيز. هذه كرة مرة أخرى للبنزرتي لبوبكر تراوري، سجل ثلاث أهداف في بداية هذا الموسم، مهاجم شاب عمره 20 سنة. بوبكر تراوري يرجع الكرة ليوسف مبينجي، مبينجي مبينجي يبحث عن المساندة، فماش المساندة، فماش ملاعبي قريب من الكرة اللي يطلب الكرة، كرة لعلي الدريدي، يرجع لعلي المشيني. كما قلت الحلول مفقودة في الخط الأمامي للنادي الرياضي البنزرتي على الأقل في هذه العملية الهجومية. محمد الحبيب يكن لفهم المعوان وتتقصى الكرة للترجي الرياضي التونسي، توصل لكوامي بونسو، التوزيع والتدخل الدفاعي من مروان الصحراوي في مناسبة أولى ثم الثانية. مروان الصحراوي يلعب مع بوسنينة والكرة تبقى للنادي الرياضي البنزرتي، تماس تماس للبنزرتي لطفي في توقيت 6 دقائق لعبة تعادل 0-0 بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الرياضي البنزرتي. دائما التعادل 0 مقابل 0 مشاهدينا الكرام في مباراة الترجي الرياضي التونسي والنادي الرياضي البنزرتي. كرة للنادي الرياضي البنزرتي، جابرييل كاك، جابرييل كاك وانزلاقية من لعبة الترجي الرياضي التونسي. فوسني كوليبالي يرجع للتشكيلة الأساسية في حسابات المدرب معين شعباني. ترجع الكرة والحكم ماذا يقول؟ صادق السلمي، كرة لكوامي بونسو والمخالفة للترجي الرياضي التونسي. أمامكم على الصورة هاي الإعادة، كرة لكوامي بونسو، تدخل من يوسف أمبينغي والحكم قريب. هذه الفرصة الأخيرة لجابرييل كاك وانزلاقية من فوسيني كوليبالي، يرجع بالكرة، ترجع الكرة لصالح الترجي التونسي. كوامي بونسو، كوامي بونسو، لمسة إلى عبد القادر بدران، بدران لمسة إلى محمد أمين بن حميدة، بن حميدة موجود على اليسار، لمسة ومقطوع الكرة لصالح نادرين بنزرتي. كاك جابرييل، جابرييل كاك في وسط الميدان، جابرييل لمسة ليوسف أمبينغي، مبينغي محاولة لصالح النادي رياضي البنزرتي. يوسف مبينغي عند الكرة، بن زوزم لعبها تميت حسام الحباسي، لمسة الحبيب يكن، حبيب يكن عند الكرة، ترجع لصالح النادي رياضي البنزرتي. حبيب يكن كرة ثلاثية، حباسي جميلة الكرة إلى محمد الحبيب يكن، العرضية وما ياخذهاش أبو بكر تراوري، العرضية من محمد الحبيب يكن، كرة من الجهة اليمنى، التوزيع داخل منطقة الجزاء، المتابعة من أبو بكر
حسن التراوري، لكن الكرة تمر يربحها دفاع ترجي الرياضي التونسي. ترجع الكرة، ارتفعنا السق الآن بالنسبة لهذه المباراة. دائما نشاهد مباراة ممتازة بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الرياضي البنزرتي، ودائما نشاهد الأهداف في مثل هذه اللقاءات. هذه المواجهة الرقم 123 بزوز نوادي، 69 انتصار بالنسبة للترجي الرياضي التونسي، 21 انتصار بالنسبة للنادي الرياضي البنزرتي، و32 تعادل بين الزوز فرق. ترجع الكرة للنادي الرياضي البنزرتي، لمسة إلى حسام الحباسي ما يخلصش عليها، رمي التماس للترجي الرياضي التونسي. ترجع من بن حميدة إلى عبد القادر بدران، يتقدم بالكرة بدران، بدران لمسة واحدة إلى إيهاب المباركي على الجهة اليمنى، إيهاب المباركي لمسة إلى شمس الدين الذوادي، الذوادي عبد القادر بدران، عبد القادر بدران يربح الأمتار، يدخل داخل وسط الميدان، لمسة إلى محمد أمين بن حميدة، بن حميدة تضيع عليه الكرة ويربح على المخالفة لاعب نادي رياضي البنزرتي. محمد أمين بن حميدة في أولى مقابلته مع الترجي الرياضي التونسي هذا الموسم. أمامكم مع صورة محمد أمين بن حميدة من شبان الترجي الرياضي التونسي، موجود على الجهة اليسرى في ظل إصابة لإلياس الشتي الظهير الأيسر الترجي الرياضي التونسي. مصاب إلياس الشتي، عودة سريعة إن شاء الله لإلياس الشتي للميادين. الكرة والتوزيع في العمق، أبو بكر التراوري، كرة لجابرييل كاك، جابرييل كاك عنده الكرة، تمهيد الكرة تمشي للتوزيع من مروان الصحراوي، عنده الكرة محافظة عليها، لمسة يطلب الكرة، جابرييل كاك جميلة إلى يوسف أمبينغي، أمبينغي محافظة على كرة يوسف أمبينغي بين ثلاثة ملاعبين، يوسف أمبينغي السنغالي، يوسف أمبينغي يوزع الكرة في دين الحارس رامي جريدي، في دين الحارس رامي الجريدي. النادي الرياضي البنزرتي قاعد يقرب لدفاع الترجي الرياضي التونسي، 10 دقائق لعب في هذا الشوط الاول، دائما التعادل 0 مقابل 0 هنا في ملعب المنزة، والمواجهه مستمره بين الترجي والنادي البنزرتي. وكره من رائد الفدا لمحمد علي بن رمضان، محمد علي بن رمضان يبحث عن المساند حمد الهنية الليبي، والمواجهه الليبيه التونسيه في تصفيه كان 2021 قريبه جدا بين تونس وليبيا. كرة ترجع من حمد الهوني لدفاع الترجي لعبد القادر بدران، عبد القادر بدران يلعب مع شمس الدين الذوادي، يقرب له يهب المباركي، فما كوليبالي يخير التمرير لرائد الفادع، ترجع الكرة ليهب المباركي، يهب المباركي، كوليبالي العائد لتشكيلة الترجي بعد إصابة في أول ظهور لكوليبالي في التشكيلة الأساسية للترجي الرياضي التونسي. كرة كانت من الذوادي لبدران لمحمد علي، توصل لمحمد أمين بن حميدة، ترجع مرة أخرى لمحمد علي رمضان، وكرة لحمد الهوني، محاولة المراوغة، يتجاوز زوز لاعبين، ثم إعادة التمرير، توصل الكرة لبدران، يتجاوز خط منتصف الميدان، لاعب محور الترجي طايس الخنيسي، والكرة خرج المرمى، كرة إيهاب المباركي في وضعية المهاجم إيهاب المباركي، نشاهد الإعادة، التوزيع والتسديد، كرة بعيدة عن المرمى، التوزيع من بدران لعب المحور، وخروج إيهاب المباركي كقلب هجوم وسدد بعيدة عن المرمى، تضيع الفرصة الأولى على الترجي الرياضي التونسي. ترجع لحمد الهوني، لكن تتقسم مرة أخرى للنادي الرياضي البنزرتي لحسام الحباسي، يحتفظ بالكرة، يرجع لعلاء الدريدي، تتفك الكرة عكس الهجمة، حمد الهوني يقوم بالمراوغة، يحتفظ بالكرة، فما طلب كرة من بونسو، توصل له الكرة، التمهيد ومتفطن علي المشاني يفك هذه الكرة، قلب دفاع النادي الرياضي البنزرتي، ترجع الكرة ليوسف أمبينغي والمخالفة، هذه الكرة بونسو مع يوسف أمبينغي، مواجهة غنية سنغالية والمخالفة بنزرتية، والكرة تعود للنادي الرياضي البنزرتي، علي المشاني في تنفيذ المخالفة، تسرع في التنفيذ، ترجع الكرة للترجي، حمد الهوني، ثم عبد القادر بدران، ترجع لكوليبالي، عرضية قصيرة لبونسو، الذوادي، شمس الدين الذوادي، الذوادي يلعب مع كوليبالي، كوليبالي، فوسيني كوليبالي، فكيك من طراز رفيع هذا اللاعب، لعب الإيفواري، ترجع الكرة لبدران الجزائري، يبدل الغاني كوامي بونسو،
لإيهاب المباركي الرضية لرائد الفادع تتفكل الكرة في التغطية. كان يوسف بنجي يرجع لمروان الصحراوي وتخرج الكرة بإشارة من المساعد الأول رمزي الحرش تماس للنادي الرياضي البنزرتي في التنفيذ. مروان الصحراوي الظهير الأيسر للنادي الرياضي البنزرتي داخل شمس الدين الذوادي وتتقص الكرة للنادي الرياضي البنزرتي من مروان الصحراوي. والمخالفة معين الشعباني موجود في المنطقة القانونية. وهذا طه ياسين الخنيسي روح رياضية كبيرة بين الملاعبية بعد هذا الخطأ المرتكب على طه ياسين الخنيسي. عملية والخطأ واضح والمخالفة موجودة وقم لباس طه ياسين الخنيسي. نعرفوا لاعب دولي ماذا بين الملاعبية حافظوا على بعضهم وأكيد هذا في مصلحة المنتخب الوطني التونسي. تنتظر زوز مباريات هامة في بداية مشوار تصفية كان الكاميرون 2021، مباراة أولى ضد ليبيا ثم مباراة ثانية ضد غينيا الاستوائية. كرة ترجع للنادي الرياضي البنزرتي من مروان الصحراوي لعلي الدريدي علي المشاني التوزيع وبالراس إيهاب المباركي ابن البنزرتي. برشا من العبيس بقلهم تقمص أزياء الفريقين إن شاء الله تباعا في التعليق. لطفي نذكر الأسماء التي تنقلت من بنزرت إلى باب سويقة إن صحت العبارة والعكس بالعكس من باب سويقة إلى بنزرت مرورا بالجسر وجسر التواصل في التعليق. وأمرر لك الكلمة لطفي. 14 دقيقة لعب مشاهدينا الكرام على القناة الوطنية الأولى. دائما تعادل 0-0 بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الرياضي البنزرتي. نذكر الإطار مباراة لحساب الجولة الثانية هي مؤجلة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى. كرة إلى ليبيا حمد الهوني، هوني لمسة ممتازة إلى بن حميدة والتغطية الدفاعية موجودة من جانب النادي الرياضي البنزرتي. ترجع الكرة لصالح الترجي الرياضي التونسي ويربح المخالف. يربح المخالفة لعب الترجي الرياضي التونسي. أمامكم مع صورة محمد أمين بن حميدة في أول صعود ليه في هجوم الترجي الرياضي التونسي. يربح المخالفة على الجهة اليسرى. ذكر أنه أول مباراة ليه محمد أمين بن حميدة على الجهة اليسرى في ظل غياب الياس الشتي الجزائري. هذا علي العياري حارس مرمى النادي الرياضي البنزرتي. محمد أمين بن حميدة في تنفيذ المخالفة بالنسبة للترجي الرياضي التونسي. توصيات معين الشعباني وبه بالنسبة لي معين الشعباني أنه يعطي ثقة للشبان. التنفيذ من محمد أمين بن حميدة في تنفيذ المخالفة. كرة على يمين الحارس علي العياري كما تشاهدوا. محمد أمين بن حميدة في التنفيذ مع صعود كل من عبد القادر بدران. كرة والتنفيذ من محمد أمين بن حميدة موجود داخل منطقة الجزاء. الحكم ينبه على كل من يوسف بنجي وكذلك فوسي نيكولي بالي من جنب الترجي الرياضي التونسي كما تشاهدوا. هذا صادق السلمي حكم المباراة. دائما 0-0 حوار بين كولي بالي الترجي وبنجي بنزرتي. بن حميدة في تنفيذ المخالفة بالنسبة للترجي الرياضي التونسي. 16 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول. دائما تعادل 0-0. محمد أمين بن حميدة في التنفيذ ينفذ كرة بالراس. كرة ترجع من دفاع النادي الرياضي البنزرتي من أبو بكر تراوري. ترجع من حمد الهوني الليبي. لمسة بالنسبة للترجي الرياضي التونسي كيما جات. التوزيع في العمق من إيهاب المباركي إلى حمد الهوني. وتضيع الكرة لمسة بالراس تخرج رمي التماس لصالح الترجي الرياضي التونسي. التنفيذ بسرعة بالنسبة للترجي الرياضي التونسي. لمسة في وسط الميدان كوليبالي فوسيني كوليبالي. التوزيع بالراس رائد الفادع مرة أولى ثم يخلط عليه إيهاب المباركي مقطوعة من جانب النادي الرياضي البنزرتي. يوسف مبينغي يرجع ويعاون الدفاع. يوسف مبينغي السنغالي مبينغي ضغط من ملاعبيه الترجي الرياضي التونسي. مروان الصحراوي يوزع الكره. ابو بكر تراوري تمهيد لجابرييل كاك. عنده الكره لمسه لحسام الحباسي. حباسي عنده الكره على الجهه اليمنى. حسام الحباسي ينطلق. حسام عنده الكره. حسام الحباسي التوهيد ومقطوع الكره من الدفاع. مقطوعه الكره قبل ما توصل ابو بكر تراوري من قبل دفاع الترجي الرياضي التونسي. بعد ما كانت الفرصة لصالح الترجي الرياضي التونسي أصبحت بنزرتية
قادها حسام الحباسي على الجهه اليمنى، التوزيع الى ابو بكر تراوري، لكن متفطن دفاع الترجي الرياضي التونسي. كوامي بونسو الى محمد امين بن حميد، يمر بن حميد يبعد لحسام الحباسي، بن حميد لمسه الى فوسيني كوليبالي بعد غياب طويل، يرجع للتشكيله الاساسيه للترجي الرياضي التونسي. تمشي الكره ايهاب المباركي، شمس الدين الذواد، ذواد لمسه مع عبد القادر بدران، بدران يتقدم يربح الامتار، عبد القادر يوزع في العمق الى حمد الهوني الليبي، حمد الهوني ما ثماش تسلل، حمد الهوني يمر، حمد الهوني هوني هوني هوني، كاد يكون الهدف الاول، كاد يكون الهدف الاول من الهوني، كاد يكون الهدف الاول، هذا هو حمد الهوني، تسديده قويه، شوفوا شنو عمل الملاعبي، هذا التسديد كادت غلط، كادت باغت حارس مرمى النادي الرياضي البنزرتي علي العياري لعدم الجديد. مشكور محمد علي شريف مخرج المباراه، هذا حمد الهوني مهاجم الترجي الرياضي التونسي، 18 دقيقه لعب هذا الشوط الاول، واولى الكرات ممكن تكون في شباك النادي الرياضي البنزرتي من الترجي الرياضي التونسي. اول تسديده في المباراه، اول محاوله تذكر بالنسبه لهذه المباراه بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الرياضي البنزرتي. فتره جس النبض طالت اكثر من اللزوم في هذه المباراه الرتيبه، خاصه في غياب الجمهور امام مدرجات صامته بسبب غياب الجماهير. هذه كره للترجي الرياضي التونسي، محمد امين بن حميده تحرك مع مرور الدقائق، اخذ اكثر ثقه في امكانياته، هذا الظهير الايسر الشاب في الترجي الرياضي التونسي. كره لي كوامي بونسو، كوامي بونسو يقوم بالمراوغه والتمرير لمحمد علي بن رمضان، توصل لحمد الهوني، التمرير لبن حميده، التوزيع، وهذه الركنيه الاولى في اللقاء، الركنيه الاولى للترجي الرياضي التونسي اللي يركز اكثر عملياته في الدقائق الماضيه على الرواق الايمن لدفاع النادي الرياضي البنزرتي، الرواق الايسر لخط هجوم الترجي. تكثفت الهجومات من هذه الجهه، اثرت مخالفه في مناسبه اولى، ثم هذه الركنيه للترجي الرياضي التونسي. علي العياري اللي لحد الان ما جاته حتى كره مؤطره، زوز تسديدات خارج الميدان، الاولى كانت من ايهاب المباركي والثانيه من حمد الهوني. تبقى الكره للنادي الرياضي البنزرتي، يوسف امبنجي في عكس الهجمه، يوسف امبنجي 3-4، يوسف امبنجي التمرير لحسام الحباسي، غير المكان، كان كجناح ايمن اصبح كجناح ايسر حسام الحباسي. تبقى الكره للنادي الرياضي البنزرتي، فهمي المعواني يلعب الكره مع علي الدريدي، توصل لمحمد الحبيب، كان ترجع لعلي الدريدي لبوسنينا، وسام بوسنينا، وسام بوسنينا يبحث عن المسانده، التمرير لمحمد الحبيب، كان التمرير لكاك، ثم ترجع الكره للترجي الرياضي التونسي. حمد الهوني، حمد الهوني، كره بين الحكم صادق السلمي ولاعب الترجي بونسو، وعكس الهجمه، رائد الفادع، فما انطلاقه من ايهاب المباركي، رائد الفادع يرجع لبونسو، كوامي، كوامي بونسو لفوسيني كوليبالي في منطقه النادي الرياضي البنزرتي، ترجع لي بدران. هل أن الترجي حيران في هذه اللحظات ولا سيجد الحلول مع تقدم الدقائق، خاصة في ظل التغييرات العديدة على التشكيلة؟ وأكيد التجانس سيكون مفقود مع بداية المباراة، في كل مرة أكيد تغيير لبعض الأسماء. الترجي أمامه عديد التحديات في هذا الموسم، من بطولة محلية كأس تونسية، بطولة عربية، بطولة كأس رابطة الأبطال الإفريقية السوبر، وأيضا بطولة العالم للأندية. وبونسو يحاول تسديد كرة في دين علي العياري، أول تسديدة مؤطرة في المباراة من بونسو. ترجع الكرة لعلي العياري، قلت أنه معين الشعباني ومجد تراوي، بقية الإطار الفني والطبي أيضا للترجي حاولوا أنه يتجنبوا إرهاق اللاعبين في ظل هذا الماراثون، وبالتالي ضرورة أكيد التغيير بالنسبة للتشكيلات مع كل مباراة، مع محاولة المحافظة على نسق الانتصارات. كرة ليوسف أمبينجي، يوسف أمبينجي يبحث عن الحلول، وتوزيع في دين الحارس رامي الجريدي، ياخذ مكانه اليوم في تشكيلة الترجي.
ترجع للترجي في وسط الميدان، محمد علي بن رمضان محاولة المرور تتفكى الكرة للنادي الرياضي البنزرتي من جابرييل كاك، نشيد في وسط ميدان النادي الرياضي البنزرتي لفهمي المعواني، فهمي المعواني ما يفهموش صاحبه، وترجع الكرة للترجي الرياضي التونسي لمحمد أمين بن حميدة، يرجع لبدران شمس الدين الذوادي، إيهاب المباركي قبل ما تخرج الكرة، إيهاب المباركي والمساعد الأول بتأخير يرفع الراية والتماس للنادي الرياضي البنزرتي. كانت قوية تمريرة نوعا ما من شمس الدين الذوادي لإيهاب المباركي، تخرج تماس للنادي الرياضي البنزرتي، قلت بعد إشارة من رمزي الحرش والتماس للنادي الرياضي البنزرتي من مروان الصحراوي، مروان الصحراوي مع يوسف أمبينجي والمخالف يقول الصدقة السلمي ضد الترجي الرياضي التونسي. يوسف أمبينجي من العلامات البارزة في تشكيلة النادي الرياضي البنزرتي، خاصة في المواسم الماضية كان أصيب وعمل تجربة تقريبا شبه فاشلة في قطر، يعود من بوابة البنزرتي مرة أخرى ويحاول استعادة الفورمة، استعادة الإمكانيات اللي عرفوا بها جمهور النادي الرياضي البنزرتي المخالفة. وثنائي في الحقة البشري للترجي، يستعد يوسف أمبينجي للتنفيذ، يرفع الكرة على مستوى القائمة الثانية، ترجع من دفاع الترجي لك تعود مرة أخرى ليوسف أمبينجي في توقيت 23 دقيقة لعب، ديامنا تعادل 0-0 بين الترجي التونسي والنادي الرياضي البنزرتي. مروان الصحراوي، مروان الصحراوي يبحث عن التوزيع وكورته تماس للترجي الرياضي التونسي كما ذكرت لطفي في توقيت 23 دقيقة لعب، تعادل أصفار إلى حد الآن بين الترجي والبنزرتي. ما زلنا في انتظار الأهداف مشاهدينا الكرام هنا في ملعب المنزه، اللقاء متواصل بين الترجي والنادي الرياضي البنزرتي، دائما صفر مقابل صفر، كرة لعبد القادر بدران، رصيد بشري كبير بالنسبة للترجي الرياضي التونسي، هذاك علاش قاعد يغير معين الشعباني ويبدل ويرتح في الملعبين. نشاهدوا رامي جريدي كان موجود في الصورة الأخيرة في مرمى الترجي الرياضي التونسي، راحة لمعز بن شريفية، كذلك سامح الدربالي خليل الشمام بعد ماراثون سواء في البطولة أو كذلك على مستوى الشامبيونز ليج الإفريقية وكذلك على مستوى البطولة العربية، في ظل تواجد لاعبين أساسيين كانوا في وقت سابق في الترجي الرياضي التونسي، عبد الرؤوف بن غيث كذلك أنيس البدري وإبراهيم وترا، وهذه جانبية، هذه جانبية الكرة من تها ياسين الخنيسي أمامكم على الصورة، جانبية الكرة هي لإعادة توزيع في العمق، وجانبية الكرة من محمد أمين بن حميدة، محمد أمين بن حميدة كادي باغت، ما ثماش الحكم يقول ما ثماش ركنية، الكرة ما لمستش في دفاع النادي رياضي البنزرتي ومشيت ضربة مرمى لصالح النادي رياضي البنزرتي. علي العياري ينفذ الكرة مقطوعة من جانب الترجي الرياضي التونسي، حمد الهوني، الهوني سريع الليبي، حمد الهوني يمر بين ثلاثة ملاعبية، حمد الهوني، حمد الهوني، حمد الهوني، الهوني يتلاعب يترقص بدفاع النادي البنزرتي، لمسة كوامي ومقطوعة الكرة، مقطوعة الكرة من مروان الصحراوي، جميلة كانت كرة من حمد الهوني ومقطوعة من نادي رياضي البنزرتي، يعكس الهجمة يوسف أمبينجي، أمبينجي يقود الهجمة السنغالي، أمبينجي التمرير داخل منطقة الجزاء والراية موجودة، الراية موجودة ضد أبو بكر تراوري، يرفع الراية المساعد الثاني جمال الدرعي، هذا أبو بكر تراوري، هذا أبو بكر تراوري عمل صعيب بين أربع ملاعبي يوسف أمبينجي، التمرير لأبو بكر تراوري والحكم يقول أنه موجود في التسلل المساعد الثاني، كان رفع الراية جمال الدرعي في وجه أبو بكر تراوري، هذا أمامكم على الصورة جمال الدرعي المساعد الثاني في هذه المباراة، ترفع الراية في وجه أبو بكر تراوري، كانت جميلة الكرة أيضا من جانب النادي الرياضي البنزرتي من يوسف أمبينجي، لمسة واحدة كرة من كوامي بونسو بالنسبة للترجي، كوامي دائما صفر مقابل صفر، دائما بيضاء المباراة لحد الآن، والمخالفة يزفرها صادق السيل لصالح الترجي الرياضي التونسي، رغم أن الكرة ما هيش عنده لكن قريب من اللقطة، قريب من المحاولة، مخالفة لإيهاب المباركي، علي المنشاني يرتكب الهفوة، عرقلة لإيهاب المباركي، والحكم صادق السلمي هاي لعادة الكرة كانت موجودة لرائد الفدع، علي المنشاني في تدخل مع لاعب الترجي التونسي إيهاب المباركي، ومتفتن الحكم صادق السلمي ويعطي الأسبقية بمخالفة للترجي الرياضي التونسي، تها ياسين الخنيسي وهي الإعادة من جديد، رائد الفدع عنده الكرة، عرقلة
يرتكب والجذب. يرتكب الهفوة يعني في الدفاع للمشاري. سنعطي الصحة متفطر رغم الكرة ما وصلتش للطه ياسين الخنيسي، مازال كي يطلف الكرة عينيه على كل الزوايا وكان يعتكس. وهذا حتى محمد علي شريف بارك الله فيه مخرج المباراة عينيه على أرضية الميدان موجودة إن شاء الله نواصلوا في كل الزوايا في كل الزوايا. على كل حال مخالفة لصالح الترجي الرياضي التونسي. صادق السلمي الدولي يقود هذه المباراة مخالفة لصالح الترجي الرياضي التونسي. محمد علي بن رمضان ويحكي معاه طه ياسين الخنيسي ولاعب النادي الرياضي البنزرتي حب يسمع شنو قال. هذا علي العياري، علي العياري حارس مرمى النادي الرياضي البنزرتي. دائما صفر مقابل صفر. 28 دقيقة لاعب محمد علي بن رمضان في تنفيذ المخالفة بالنسبة للترجي الرياضي التونسي. دائما صفر مقابل صفر بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الرياضي البنزرتي. مباراة مؤجلة لحساب الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى. محمد علي بن رمضان الحكم ينبه صادق السلمي باحترام الأمطار القانونية لفهم المعواني لاعب النادي الرياضي البنزرتي. محمد علي بن رمضان في تنفيذ المخالفة بالنسبة للترجي الرياضي التونسي. بن رمضان بن رمضان أمامه علي العياري. محمد علي بن رمضان بن رمضان ويتصدى علي العياري مرة أولى ومرة ثانية بالراس والهدف الأول. الهدف الأول طه ياسين الخنيسي. طه ياسين الخنيسي يعود ويعود التسجيل وتعود الأهداف بالنسبة للترجي الرياضي التونسي من طرف طه ياسين الخنيسي. الإعادة قوية كانت الكرة والتصدي مرة أولى من علي العياري ثم بالرأس من طه ياسين الخنيسي. المتابعة الإعادة من جديد ممتاز محمد علي بن رمضان ثم التصدي كان ممتاز مرة أولى من علي العياري والمتابعة من جانب الترجي الرياضي التونسي من رائد الفدع تبارك الله عليه قاعد من شبان الترجي الرياضي التونسي اللي قاعد يعطيه في عطا غزير في تشكيلة معين الشعباني يخلط على الكرة يوزع في اتجاه طه ياسين الخنيسي وطه ياسين الخنيسي بالراس يسجل أولى أهداف الترجي الرياضي التونسي في هذه المباراة. تتغير النتيجة هنا في ملعب المنزة لصالح الترجي الرياضي التونسي. طه ياسين الخنيسي منذ قليل في الدقيقة 48 من هذا الشوط الأول والواحد بلاش. إذن تحدثت لأنه عادة ما تكون فيها الأهداف المواجهات بين الترجي التونسي والنادي الرياضي البنزرتي. استنينا 28 دقيقة والترجي الرياضي التونسي هو اللي بادر بالتسجيل، هو اللي كان سباق في هذه المباراة لحد الآن. ترجع للكرة كاك جابرييل، جابرييل إلى يوسف بنجي ومقطوعة من إيهاب المباركي. مروان الصحراوي عنده الكرة، مروان وضغط من راد الفادع يمر مروان، مروان الصحراوي لمسة إلى جابرييل كاكو. ماذا يقول الحكم مسبقي بمخالفة صالح الترجي. كوامي بونسو، بونسو لمسه في وسط الميدان. محمد علي بن رمضان الى حمد الهوني، هوني حمد الهوني كل ما ياخذ الكره على الجهه اليسرى الا وخلق الخطر. حمد الهوني بن حميد، بن حميد محمد امين بن حميد، بن حميد حب يوزع الكره ويربح ركنيه. الركنيه لصالح الترجي الرياضي التونسي. قلت انه معين الشعباني عند رصيد فني ورصيد بشري كبير الاطار الفني بالنسبه للترجي الرياضي التونسي. وقت اللي تشاهد انه قاعد يرتح في الملاعبيه والترجي متقدم واحد بلاش يغيب من لاعبي يلقى ملاعبي مركز بمركز. الياس الشتي ظاهر ايسر مصاب، الجزائري موجود بن حميد لحد الان. الشاب قاعد يعمل في مباراه الى حد الان ممتازه مع الترجي الرياضي التونسي. نفذ الركنيه دون خطوره في توقيت لبيب 31 دقيقه لعب في هذا الشوط الاول. السباقيه ترجيه هدف مقابل صفر امام النادي الرياضي البنزرتي. كرة للنادي الرياضي البنزرتي اللي أكيد أنه سيحاول التعديل بعد قبوله للهدف الترجي، يحاول إضافة هدف ثاني للإطمئنان على النتيجة. كرة لحسام الحباسي يرجع لفهم المعواني، فهم المعواني حسام الحباسي والصراع على الكرة والخطأ ضد الترجي الرياضي التونسي. ترجع كرة للنادي الرياضي البنزرتي. هذه الإعادة للعملية محمد علي بن رمضان وحسام الحباسي
والخطا ضد بن رمضان. الكره ترجع للترجي في عكس الهجمه، رائد الفدع، وشفنا اكثر حركيه كما قلنا اثناء الوصف والتعليق بالنسبه للترجي الذي توصي في الرواق الايسر لخط هجومه، يعني الاعتماد على الجهه اليمنى لدفاع النادي الرياضي البنزرتي، التركيز على هذه الجهه. في الموجود محمد الحبيبي يكن اللي عاده هذه كره للنادي الرياضي البنزرتي، بوبكر احسن الترويض والتدخل من رامي الجريدي، والكره تمشي ضربه مرمى للترجي الرياضي التونسي. هذا بوبكر تراوري اللي سجل زوز اهداف في بطوله الموسم الحالي من المهاجمين الشبان، هذه عاده للعمليه. فما تسلل واضح من مهاجم النادي الرياضي البنزرتي، وكره لا يحسن الترويض المهاجم ولا المساعد، رفع الرايه وبالتالي خرجت الكره وضاعت على هجوم النادي الرياضي البنزرتي. ترجع لشمس الدين الذوادي، فوسيني كوليبالي، شمس الدين الذوادي مره اخرى، واحده اثنين مع فوسيني كوليبالي. الترجي متقدم بهدف مقابل صفر، كره لمحمد امين بن حميده، ترجع مره اخرى لشمس الدين الذوادي. شمس الدين الذوادي قائد الترجي الرياضي التونسي لفوسيني كوليبالي، ترجع مره اخرى لبدران. بدران اكيد الترجي فرحان الى حد الان بهذه النتيجه المؤقته 1-0. هدف طه ياسين الخنيسي دقيقه 28، اول هدف طه ياسين الخنيسي في بطوله الموسم الحالي. ترجع كره للنادي الرياضي البنزرتي من بوبكر التراوري، محاوله التمرير لحسام الحباسي، تمشي تماس للترجي والتنفيذ من محمد امين بن حميده، يلعب مع بدران قريب لفوسيني كوليبالي، يبحث عن المسانده. فما كوامي بونسو توصل له الكره، بونسو يسبق كورته تتفك للبنزرتي، وعكس الهجمه يوسف امبينغي، يوسف امبينغي. فما بوبكر يطلب الكره لكن يحتفظ بالكره، ويوسف بين ثلاث لاعبين من الترجي وما قالها الافتكاك، واخراج الكره في التماس من ايهاب المباركي، يخرج كره في التماس ايهاب المباركي الصحراوي، نفذ التماس ليوسف امبينغي. يوسف امبينغي يحاول المراوغه، يدخل المنطقه، تسديد في شكل توزيع حسام الحباسي، يسدد ضعيفه، ترجع من دفاع على الترجي. حمد الهوني سريع، حمد الهوني فما المخالفة، والحكم صدق السلمي بالفعل، يعلن مخالفة ضد النادي الرياضي البنزرتي. سريع اللاعب الليبي حمد الهوني، هذا محمد الحبيبي يكن اللي ارتكب المخالفة، وعملية اعتراض من المدافع الأيمن للبنزرتي للمهاجم الليبي للترجي، والخطأ ضد النادي الرياضي البنزرتي في منطقة الترجي توصل المتقدم بهدف طه ياسين الخنيسي في الدقيقة 28. كما حكينا ثراء الرصيد البشري يخلي الإطار الفني للترجي يغير ويبدل، وأكيد يعتمد على اللاعبين تقريبا عندهم نفس الإمكانيات مثل الأساسيين، عنده بنك قوي يخليه يجيري الرصيد البشري ويلعب كل المباريات بنوع من الارتياح والاطمئنان. هذه كرة لمحمد أمين بن حميدة، يرجع لبدران لاعب المحور مع شمس الدين الذوادي، توصل التمريرة، ترجع لرامي البدوي، يخرج من منطقة الجزاء كليبيرو، رامي البدوي يلعب مع بدران، يجبد في المنافس الترجي الرياضي التونسي، عملية جلب للمنافس، والكرة لرامي الجريدي كانت بالفعل. رامي البدوي لاعب الترجي، لاعب النجم الرياضي الساحلي، تحية ليه رامي البدوي. ترجع الكره فوسيني كوليبالي لمحمد علي بن رمضان، تتفكلوا الكره عكس الهجمه للنادي الرياضي البنزرتي، محاوله التمرير، يتفطن فوسيني لك فما لمسه يد، يقول صادق السلمي، هذا فوسيني يعبر عن امتعاضه لهذا القرار التحكيمي. سنشاهد الاعاده بالنسبه لعمليه المخالفه ضد لاعب الترجي التونسي، تتنفذ المخالفه بسرعه، ترجع لحسام الحباسي، او يكن محمد الحبيبي يكن هو اللي ياخذ الكره، ديما يتقدم الظهير ايمن البنزرتي، يحاول المرور، وصدق السلمي يقول ما فما حد شيء، يتواصل اللعب، وكره تخرج ضربه مرمى لرامي الجريدي، ضربه مرمى للترجي في توقيت 35 دقيقه لعب، تقدم للترجي بهدف طه ياسين الخنيسي في الدقيقه 28.
دائما السباقيه للترجي الرياضي التونسي، وهذه فكره وعينه على بعض الاداره بالنسبه للترجي الرياضي التونسي. شاهدنا رئيس الترجي سيد حمدي المندب الى جنبه بعض من الانصار وبعض من الملاعبيه الموجودين يتابعوا في هذه المباراه اللي اعطاها من راحه. ومعين الشعباني ويخرج علي العياري، يخرج علي العياري حارس مرمى النادي الرياضي البنزرتي، كانت لب الكره تاعها ياسين الخنيسي، كره من وسام بوسنينه بوسنينه الى علي المشان، مشاني ارضيه لمروان الصحراوي، الصحراوي عنده الكره، الصحراوي يضرب الكره في تاه ياسين الخنيسي ويربح رامي التماس. دائما السباقيه قلت لصالح الترجي الرياضي التونسي، هدف مقابل الصفر، هدف وحيد لحد الان في المباراه لصالح الترجي، هدف سجله تاه ياسين الخنيسي في الدقيقه 28. رمي التماس لصالح النادي الرياضي البنزرتي، مروان الصحراوي في التنفيذ يطلب في الكره ابوبكر تراوري، تراوري والمخالفه، يعلن على المخالفه صادق السلمي لابوكر تراوري امامكم على الصوره الى جنبه. وكذلك في الهجوم بالنسبه للنادي الرياضي البنزرتي جابرييل كاك، جابرييل كاك في الهجوم مع ابو بكر التراوري الى جانب كذلك السنغالي يوسف امبنغي. هذا رامي جريدي حارس مرمى الترجي الرياضي التونسي، موجود اساسي في التشكيله في ظل غياب معز بن شريفيه. حط الكره السنغالي يوسف امبنغي في تنفيذ المخالفه لصالح النادي الرياضي البنزرتي، يوسف امبنغي في تنفيذ المخالفه لصالح اسيا بي، واحده بلاش لصالح الترجي الان. يوسف امبنغي، امبنغي وزع الكرة وياخذها رامي جريد، ياخذها رامي جريد امامكم مع صوره حارس مرمى الترجي الرياضي التونسي. المتابعه كانت من علي المشاني ويربح الخطا، لمسه ارضيه لعبد القادر بدران، بدران عنده الكره، خبره كبيره سنوات للمدافع الجزائري عبد القادر بدران. ترجع الكره خطأ من شمس الدين الزوادي، حسام الحباس، حباس يرفع الكره ابو بكر تراوري، تراوري بالراس شمس الدين الزوادي مره اولى، ثم يرجع ويعاون دفاع الترجي الرياضي التونسي عبد القادر بدران. خرج الكره نظيفه لمحمد امين بن حميده، بن حميده، بن حميده ومقطوعه من فهم المعوان، ترجع للحباس، حباس ارضيه الكره وخطأ من حباس البنزرتي، تخرج رمي التماس لصالح الترجي الرياضي التونسي. حمد الهوني ينفذ بسرعه كره محمد علي بن رمضان، بن رمضان يرجع لحمد الهوني، هوني ترجع لمحمد امين بن حميده الى عبد القادر بدران، قاعد يدور في الكره يمين يسار الترجي الرياضي التونسي، هذه توزيع في العمق لليمين الى ايهاب المباركي، ايهاب المباركي، ايهاب المباركي ومقطوعه من مروان الصحراوي، مقطوعه من مروان الصحراوي، ايهاب المباركي. لعب الترجي الرياضي التونسي في تنفيذ رمية التماس، ينفذ كرة لفوسيني كولي بالي، كولي بالي بعد على جابرييل كاك، لمسة إلى شمس الدين الذوادي، عبد القادر بدران خذوا هات، شمس الدين الذواد، الذواد أرضية الكرة إلى فوسيني كولي بالي، خذوا هات رائد الفادع، رائد الفادع حافظ على كرة. قلت الملاعبي هذا عطا غزير، الملاعبي عنده كانت في نادي طه ياسين الخنيسي، المتابعة للكرة من طه ياسين الخنيسي ويربح الركنية، يربح الركنية أمامكم مع صورة طه ياسين الخنيسي، يعمل الضغط هاي لإعادة توزيع في العمق رغم أنه كانت بعيدة الكرة، يضغط على علي المشاني ويربح الركنية طه ياسين الخنيسي، الركنية لصالح الترجي الرياضي التونسي. هاي لإعادة من جديد، هذا علي العياري حارس مرمى النادي الرياضي البنزرتي، ركنية لصالح الترجي، الركنية الثالثة للترجي مقابل شايل البنزرتي. في تنفيذ الركنيه كره من رائد الفدع، ينفذ الركنيه كره والمتابعه مره اولى، والحكم صادق السلمي يعطي الاسبقيه لدفاع النادي الرياضي البنزرتي للكابيتانو محمد الحبيب. يكن هي الاعاده رائد الفدع في القائم الثاني، وزع الكره الى فوسيني كولي بالي، زوز ملاعبيه للمشاني ومحمد الحبيب، يكن يربحوا الخطا، ترجع الكره فهم المعواني، كره الحباس، حباس يسبق الكره، خطير الحباسي على الجلومنا، المتابعه بالنسبه للترجي الرياضي التونسي ويربح رمي التماس. خطير الحباسي موجود في التشكيله الاساسيه بعد ما كان غائب في الجوله او المباراه الفارته ضد الملعب التونسي، كان موجود على بنك البدلاء، يربح رميه التماس في توقيت لبيب 41 دقيقه لعب في هذا الشوط الاول. دائما اسبقيه لصالح الترجي الرياضي التونسي، هدف مقابل صفر، هدف سجله طه ياسين الخنيسي في الدقيقه 28. وكره لعلي المشيني يرجع لحارس مرمى علي العياري، يخرج الليبرو للتغطيه وترجع كره من ايهاب المباركي، الكره تماس
الكاس للنادي الرياضي البنزرتي. اكيد حبينا نشاهدوا نسق ارفع وافضل واحسن في هذا الشوط الاول، لكن مستوى متوسط لم اقل اقل من المتوسط في هذا الشوط الاول بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الرياضي البنزرتي. اكيد لغياب الجمهور تاثير على نسق المباراه. حمد الهوني ياخذ الكره، التمرير يرأد الفاد على ليبونسو وكره تخرج ضربه مرمى، ضربه مرمى للنادي الرياضي البنزرتي. النادي الرياضي البنزرتي ركز خاصة في الشوط الأول على الجهة اليمنى لخط هجومه، كما ذكرت لطفي حسام الحباسي كان سريع. كنا نشاهده في بنك بودالي النادي الرياضي البنزرتي. الحيرة أكيد على الإطار الفني وأيضا اللاعبين، خاصة في ظل الهزيمة المؤقتة لحد الآن بهدف دون رد، هدفتها ياسين الخنيسي في الدقيقة 28. ومدرب جديد محمد عزايز، هذا هو محمد عزايز، محمد علي شريف كان بيقرأ في أفكاري. يعطي الصحة مخرج هذه المباراة، تحية كبيرة لكل الزملاء المصورين التقنيين الفنيين اللي أمنوا هذه المباراة بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الرياضي البنزرتي. هذه كورة وتخرج ضربة مرمى كانت في اتجاه طه ياسين الخنيسي، تمشي ضربة مرمى الهدف في هذه المباراة، وكرة تخرج كانت من رأد الفادع. أكيد كرة تخرج ضربة مرمى للنادي الرياضي البنزرتي. يحاول النادي الرياضي البنزرتي كما قلنا بالموجود وانه يعدل النتيجه، والترجي يحاول اضافه هدف ثاني. بونسو تتفك له الكره، ترجع ليوسف امبينغي، فما مخالفه صدق السلمي يقول الخطا ضد الترجي الرياضي التونسي. يوسف امبينغي بسرعه ينفذ مع حسام الحباسي، فما انطلاقه من محمد الحبيب يكن، ياخذ الكره محمد الحبيب يكن للحباسي وتخرج الكره قبل ما تخرج، ياخذها بن حميده، محمد امين بن حميده مرر لحمد الهوني. خطير خطير مهاجم الترجي في الرواق الأيسر، سريع يملك الفنيات والمهارات وبإمكانه تجاوز المدافعين. ترجع الكرة من حمد الهوني ثم لمحمد علي بن رمضان لكوليبالي لشمس الدين الذوادي كوليبالي كوليبالي محمد علي بن رمضان لبدران من بن رمضان البدران، التمرير لطه ياسين الخنيسي يخرج من منطقة الجزاء ليأخذ الكرة لبن حميدة، يلعب مع الخنيسي حمد الهوني. حمد الهوني حاول التمرير محمد علي بن رمضان وفما الخطأ، أكيد فما الخطأ ضد لعب الترجي الرياضي التونسي. محمد علي بن رمضان أمامنا في الصورة بعد التمريرة من حمد الهوني، افتكاك من جابرييل كاكا، عملية جذب من القميص الخطأ ضد الترجي. ترجع الكرة للنادي الرياضي البنزرتي. اقتربنا من نهاية الشوط الأول، 44 دقيقة لعب في انتظار الوقت بدل ضايع، مش برشا وقت، ممكن دقيقة دقيقتين على أقصى تقدير في هذا الشوط الأول، فمش برشا تضيع وقت باش يضيفهم حكم اللقاء الدولي الصادق السلمي. هذه كرة جابرييل في اتجاه وصادق السلمي يمشي لرفع الصفراء ضد مبينغي بسبب التمويه. صدق السلمي امام يوسف امبينغي والبطاقه الصفراء الاولى في المباراه. هذه اعاده للعمليه التوزيع، رجعنا محمد علي شريف للعمليه ونقاش بين مبينغي والصادق السلمي. هذه كره، هذه اعاده جابرييل كاكا التوزيع، وكره وحده ما فماش لمس من المدافع، التمويه واضح ولا وجود لضربه جزاء. الصادق السلمي كان صادق في هذه العمليه وفي هذا القرار، وبالتالي انذار للتمويه ضد يوسف امبينغي. تبقى النتيجه 1-0 للترجي، وتبقى الكره ترجيه من شمس الدين الذوادي. ايهاب لمباركي شمس الدين الذوادي لعبد القادر بدران. الترجي ينطلق وينسج العمليات انطلاقا من محور الدفاع المتكون من الثنائي بدران الذوادي والتوزيع، وتتقصى الكره من الصحراوي، لكن تبقى ترجيه لايهاب لمباركي ابن النادي الرياضي البنزرتي يلعب في الترجي. اكيد كما قلنا عديد الاسماء اللي لعبت في زوز فرق واللي حاليا تلعب على المشاني ايضا. ابن البنزرتي تحول للترجي ثم يعود لفريق قرش الشمال
وهذه الكرة من بدران لمحمد أمين بن حميدة، يرجع بالكرة محمد علي بن رمضان لبونسو، كوامي بونسو، التوزيع لإيهاب المباركي قبل ما تخرج إيهاب، التوزيع والتدخل الدفاع من وسام بوسنينة وصدق السامي، الكرة خرجت دقيقة كوقت بدل ضائع في هذا الشوط الأول كما قلنا، فماش برشا تضيع وقت، مستوى متوسط أو أقل من المتوسط في هذا الشوط الأول، وتبقى النتيجة 1-0 تقدم الترجي لحظات ويعلن صدق السلم نهاية الشوط الأول. كرة ليوسف أمبينغي، اللاعب الوحيد الذي أنظر في الشوط الأول من الفريقين، ترجع الكرة من تراوري والمخالفة صدق السلمي ثابت في قراراته إلى حد الآن، فوسيني كوليبالي، هذه إعادة للعملية، تدخل عنيف من يوسف أمبينغي على فوسيني كوليبالي، كان ينجم يكلفه بطاقة صفراء ثانية وبالتالي الإقصاء من المباراة. وفي هذه الآونة يعلن الصادق السلمي نهاية الشوط الأول في الملعب الأولمبي بالمنزة بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الرياضي البنزرتي بتقدم الترجي بهدف طه ياسين خنيسي في الدقيقة 28. هذه إعادة لعملية التمويه وما فماش لمس من المدافع بدران، كرة كانت هذا إيهاب المباركي، إيهاب المباركي بالفعل، وما فماش لمس، ما فماش احتكاك صحيح صادق السلمي كما قلنا في القرار، باش تبدا الأمور واضحة. عملية تمويه كلفت يوسف أمبينغي بطاقة صفراء ممكن نجم نقولوا مجانية، بحث عنها ونهاية الشوط الأول. إذن بتقدم الترجي الرياضي التونسي بهدف مقابل صفر هدف تاع ياسين خنيسي في الدقيقة 28. ملتقانا في الشوط الثاني.